ماري عدولة. ينفع كده؟ الله أعرف بعد ما توصل ده كلام. ليه تحرمني من استقبالك يا صديقي العزيز؟ مجرد ان انت جيت لي لحد هنا دي على دماغي من فوق، نورت الدنيا يا عصام باشا. لا 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 ما تقولش كده. ها المهم طمنا عليك. انا لفيت على الدكاترة كلهم هناك للأسف، قالوا لي مفيش فايدة، مش هينفع امشي على رجلي تاني. ما تقولش كده، مفيش حاجة اسمها مفيش فايدة. اللي ملوش علاج النهاردة بالتأكيد هيبقى له علاج بكرة. المهم ان انت ان شاء الله تقف على رجلك تاني. ان شاء الله هيحصل. ايه رأيكم نعمل عشاء وبعدين نتكلم في الكلام ده؟ عشا 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 مدام عشا عشا خلاص بقى. هنزل. وحشنا حبيبي. حبيبي يا باشا نور الدنيا. حبيبي حبيبي حبيبي. اتفضل 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 يا عبدو. اتفضل يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. يعني لفتي لفتك ورجعتي تاني لأصلك. هو في حد يقدر يهرب من قدره ولا أصله؟ خلاص فهمنا الفولة وعرفنا الدنيا سايقة الناس على فين، واللي يركب الساقية يستحمل لفها. وابنك؟ أنا ما خلفتش. أيوة أصلاً لو قعدت أفكر هموت من الجهرة، ويمكن أخد نفسي كده وأفحط قبر وأقعد فيه لحد ما أجلي ياجي. ما عيلة عبد الحكيم محدش يقدر عليهم، وحسن بعني هتسيبيه؟ هعمل ايه يعني؟ يعني ياخدك لحمه ويرميكي عضم وياخد ابنك وانتي عادي كده؟ مش عارفه اقول لك ايه يا ست هانم. قولي اللي عندك انا هسمعك. يعني كنت انتي عملتي ايه؟ انتي اللي قلتي اتكلمي. يعني انتي بعتي ابنك؟ ابيعي؟ هو انا املك حاجه؟ انا حتى نفسي ما املكهاش. انا عبده عند اللي يدفع، عند اللي يوكلني اللقمه. اصلا انا خلاص عرفت اخري، بقيت اتلم فيه ولقمه ونومه وخلاص. وفتحي خايبه بعيد عنك. يا ريتني ما عملت اللي عملته، يا ريتني ما خطيت داره. على الاقل كان يبقى ليا رجعه. عقلي تهف وقال لي ان انا ممكن اعلى واكبر ويبقى ليا شنه ورنه. قال ايه؟ البيه وعدني، والبيه كان بيتسلى. اه هيعمل ايه يعني وهو فاضي غير يتسلى باللي زيي؟ بس انا استاهل والله. يعني انتي جيتي هنا عشان تتحامي فينا؟ ايوه. ريمو عادتك؟ لا. امال ايه؟ الطار اللي بينكم وبين بيت عبد الحكيم يخليني اقول ان انا هنا في امان. طب اخلصي وروحي اعملي لي قهوه. عيني. في ايه؟ جايبني هنا ليه؟ اكتمي واسمع الكلام يا بت. يا وليه انت بتأمريني بتاع ايه؟ نادية اهدي وشوفي جبرية عايزة تقولك ايه. اهدي يا حبيبتي. انت خلاص يا عمتي؟ نسيتي اللي بينكو؟ مصدق انها حبتك خلاص؟ هتجننيني. اقولك ايه يا بت، انت ليكي ورث عند ريم، حتروحي وحتقعد عندها في البيت. ما هينفعش. ينفع يا حبيبتي، ينفع ونص كمان. عشان انا ما اقدرش على ريم، انا مش كدها. ريم تبقى متجوزه عادل، اللي انا روحت قلت له ريم قتلت ابوك، قال لي وماله؟ ده غير لبنى اللي تاكلني حيه. وانت اللي سهله عاد. طب ما تروح انت. اجل له تاخدي لك كام شيطان من اللي انت مربياهم واخدهم تحت جناحك رايحه جايه. تصدقي يا حلال فيك الدبح. ليه؟ بطه بلد انا اياك. بصي يا حبيبتي، اللي انت هتعمليه ده هيخلي امك جبريه تسامحك وتنسى ان انت قتلتي عبد الحكيم. امي؟ وبعدين دي تنسى؟ دي دي تشيل وتخزن وتنفجر في وشك، انما تنسى ابدا. يا بنتي ما تنشفيش رقها بقى. الله ناديه، مفيش غيرك ينفع يعمل كده. انت ما تروحي تقعدي هناك هتقولي لنا هما بيخططوا لايه وبيفكروا ازاي، فهمتي؟ طب ما انت كنت مرت محرم وتقدري تروحي وتكتمي على نفس اللي اسمها ريم دي، هي ولبنى وعادل، وتشربي وراهم كوبايه ينسون عشان يسلك زورك. اول هام انا ما اقدرش اسيب مروان، وكمان لو روحت ريم حتفهم ان انا رايحه
عشان اعرف هي بتعمل ايه. فهمتي؟ وبعدين معاكي بقى الولية تعبت ولسانها نشف. انما يعني ايه السكر والعسل اللي انتوا فيه ده؟ ده كل واحدة فيكوا جاتلة للتانية جتيل. في ايه؟ يا مري بيت عمتي بيت بل عمتك بلانيلة هتتعدل ولا عدلك انت عارفاني. صدقي انا حقطع لسانك ده. خلاص خلاص انا اصلا عاوز اخلص من اللي اسمها ريم دي. بس بصراحة كده انا خايفة منها. ما تخافيش يا حبيبتي احنا وراكي في ظهرك. انتي بأمارة ايه؟ بأمارة ما شهدتي عليا في النيابة انتي وبناتك؟ اخسى عليك يا نادية ده انتي قلبك اسود قوي. هو انتي ما بتنسيش يا بنتي؟ طب ما شهد بنتك كانت متجوزة محرم وبرضو ليها ورث وتقدر تروح وتقعد عند اللي اسمها هاريم دي وتكتم على نفسها كده. يا ساتر انتي كنت مستحملة البنت دي ازاي يا جبريل؟ احسن حاجة عملتيها يا كريمة انك جبتيها لي لحد يا انا سيبها لي انا سيبها لي يا اختي اوعي ايدك سيبها لي. يا عم دي بتلهميني يا مرك يا نادية. بالك مشغول في ايه؟ شكلك كده مش عايز تتكلم معايا. لا ابدا. طب اسمع بقى انا عاوز اقعد اتكلم معاك كده وافتح لك قلبي واتكلم معاك بصراحه واجي لك سكه ودغري. انا اخر مره اما قعدنا نتكلم مع بعض كنت خايفه منك بصراحه. خايفة يعني ان انت تلعب بيا وفي الاخر تسيبني. بس انا دلوقتي عاوز اجيب معاك من اول السطر. ابتدي. انا رحت لشهد عشان اتفق عليك زي ما قلتلك. انا كنت خايفة منك قوي وكنت شايفة شياطين الدنيا كلها بتتنطط في عينيك. فقلت يا بنت روحي اقعدي معاها عشان تأمني نفسك. وانا عارف أنا عايزك تسمعي اللي هقولهولك كويس أوي عشان تعرفي عصام بيحب نعيمة قد إيه. ولو كان عايز يأذيكي كان عمل كده من زمان. قول. الواد مش ابن عبد الحكيم. أنا عرفت الحكاية كلها. أنا دورت وراك يا نعيمة وعرفت الحكاية من أولها. أصل الست اللي تتجوز غصب محدش يقدر يحاسبها. الحب مش بالعافية والجواز لازم يكون بالرضا.